طب تعليقك يا شيخ احمد على التقرير والوقف لله، فكره الوقف لله. هو انا تقريري عامه على قضيه الزكاه والصدقه عامه في العموم، يعني انا لما شفت التقرير الاولاني اللي هو تقرير الكراتين الخير عمال افكر وقاعد افكر، تخيلي ان في ناس ممكن تنزل تجيب حاجه ب 200 جنيه و 300 و 400 جنيه عادي وكانها ما جابتش حاجه، وفي ناس بتنتظر الكرتونه دي اللي هو ازاز زيت و 60 كيلو سكر ولا 60 كيلو رز ولا بتاع ولا حاجه، اي حاجه من الكلام ده ب 200 جنيه. فتخيلي مدى الفرحه اللي داخله على قلوب الناس، مدى السرور اللي داخل اصلا على قلوب الناس. ومن هنا ربنا تبارك وتعالى يحث الناس على اللي هو يشكروا بقى الله عز وجل على هذه النعم. انت عندك نعمه فانت احمد ربنا وحافظ على النعم. طب بالحفاظ على النعم بالشكر، والله عز وجل يقول وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فانت تشكر ربنا، معايا مال حتى لو مال قليل، تصدق تصدق وربنا هيبارك لك في المال اللي موجود ده وهيزودك كمان. ده ربنا اللي قال كده، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. دي حاجة فمهمة جدا المسألة دي. كرتونة، فشوفي مدى بينا مليانين ذنوب. احد السلف بيعد كم عمره كده، فقعد يقول كم سنه وبعدين في كم يوم، فلقى 21000 يوم، فقال يا نهار ابيض 21000 يوم، قالوا في مالك في، قال ده لو كل يوم بس عززت ربنا ذنب واحد كيف القى الله عز وجل ب 21000 ذنب. فاغشي عليه وسقط. ده بيقول لو ذنب واحد بس في اليوم، فبالك بقى لو اللي هي الذنوب المتعدده. فانا لما اطلع 200 جنيه ولا 300 جنيه ولا 1000 جنيه ولا اكتر ولا اقل، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء الايه؟ النار. انت عارفة ان الانسان اصلا مجبول على حب المال. الله عز وجل يقول واحضرت الانفس الشح وكان الانسان قتورا. هو اصلا فلذلك الله عز وجل يقول له ما تطلع. طلع طب ايه؟ ده تطهير. تطهير منين؟ تطهير من الشح اللي جواك يا راجل، من البخل ده. عشان كده الله عز وجل يقول خذ من اموالهم صدقة تطهرهم منين بقى؟ من الذنوب. وايه تاني؟ ومن الشح. يبقى تطهرهم من الذنب وايضا من البخل، اللي هو الانسان جبل على كده، وكان الانسان قطورا. وربنا يقول واحضرت الانفس الشح. ولذلك سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام كما في الحديث يقول الناس بقى المتعلقه بالمال ده، واللي هي تقول لك معايا حبيب قوي، طب اعمل ايه؟ يقول لك طيب تمام، تعس عبده الدينار، تعس عبده الدرهم، تعس عبده الخميصه. مالهم دول؟ الراجل ده حاله متوقف على الاعطاء، خدت فلوس فرحان وراضي، ما خدتش فلوس ساخط على الدنيا وعلى الناس وبتاع، ان اعطي راضي. يعني ما ينفعش ان احنا نكون عبيد للمال. أيوة. احنا نستعمله تعالي بقى، لكن احنا ما نبقاش هو ده محور حياتنا. عارفه عارفه او مهم بالنسبه لنا، عارف عبد المال ده اللي ما بيطلعش ده يقول لك انا يا عم الناس بيحبوا لدرجه ان يكنزه مش عايز يطلع لله. انا هقول لك حكايه الكنز، فكرتني بحاجه مهمه جدا. انت عارفه بقى بس عبد المال ده دعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم عافية. يا نهار أبيض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. يعني إيه؟ يعني لما يقع في ورطة إليه ما يلاقي حد يطلعه منها. أنت متخيلة؟ متخيل المسألة؟ طب أنا أعمل إيه؟ طلع بقى أخرج. طب وأنا بخرج من مال، مش مالك يا حبيبي، هذا من مال الله الذي آتاك إياها. طيب ده بالنسبه لصلاه. شفت انت قلت بقى بيكنز المال. انت عارفه الناس اللي بيكنز المال وما بيطلعش يبقى معاهم 100000، يقول له هات 2000 ونص. 2000 ونص دول يا ابني حبيبي مش حاجه خالص. يقول لك لا برضه ده انا بحبهم قوي. ما هو بقول واحضرت الانفس الشح. فسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بيقول طيب اسمع بقى، من اتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته، الزكاه اللي هي ايه؟ 2.5% 2.5% 100000 2000 ونص، معاك مليون 25000، وهكذا ال1000 عليهم 25 جنيه واحسب، بلغت 85 جرام من الذهب، طلع يا حبيبي 2.5%. فانا معايا المال ولم اؤدي الزكاه. ويجي بقى تعرف بعض الناس يقول لك ايه، طب ما ينفعش اطلع كل شهر كده 200 جنيه يا ابني، ما الفلوس معاك ما تطلع، ما بحبها قوي يا ابني، مش بتاعتك يا حبيبي، والله مش بتاعتك. طيب من اتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته، خلاص مثل له، في روايتين مثل له ماله، وفي رواية تانية مثل له يوم القيامة شجاع أقرع له زبيبتان يطوقه بهلزمتي بشدقي. ده اللي هو الصعبان. ويقول له تعالى بقى ينفضه كده بقى ويقول له ايه، انا مالك انا كنزك. ثم تلا ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم من
بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض. فتخيلي يتلو هذه الآية تاني ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله، يعني المال مش بتاعك، لا طبعا بما آتاك الله إياه. كل شوية ربنا يفكرنا يا شيخ أحمد، أيوة، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، أنفقوا من مال الله، نعم، مما الذي آتاكم الله. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله فضل هو خير لهم، ومالي لا ده بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم الإيه يوم القيامة. شيخ صالح، يعني إن فعلا سبحان الله الآيات دي كلها معناها جميل جدا، إنه الواحد لو عارف إن الفلوس اللي جاية له دي هي فلوس ربنا وهو ربنا بعتها لك علشان أنت تتمتع وتمتع اللي حواليك وتمتع المحتاجين وتطلع لله منها، لكن هو الرزق ده مش بتاعك انت لوحدك. الواحد لو عرف كده هيرتاح ويريح كل اللي حواليه ويطلع كده لله بسعاده. كان في مجموعه من الشعراء، استاذه دعاء فضل الشيخ احمد الملكي، كانوا رايحين لقصر الملك امدحوا الملك، وهم في الطريق عدوا على راجل فقير كده غلبان بيملى ميه بجره كده معاه من البحر. فقال لهم انتوا رايحين فين؟ قالوا الى قصر الملك نمدحه. قال خذوني معكم. قالوا مثلك ياتي معنا، بقى انت تيجي معانا؟ قال خذوني معكم، هتخسروا ايه يعني، خذوني معاكم. فاخذوه معاه، دخلوا على الملك، قعدوا بيقولوا شاعر ويقولوا نثر ويمدحوا الملك، والملك معجب بكلامهم وبيدلهم فلوس، لغايه ما جه الدور على الراجل الغلبان الفقير ده. فالملك بص له كده وقال له ما الذي جاء بك؟ انت جاي في وسط الناس دي بتعمل ايه؟ قال ولما رايت القوم شدوا رحالهم الى بحرك الطامي اتيت بجرتي. بيقول له انت كرمك عامل زي البحر وانا جايب كوبايه صغيره يعني املاها من البحر، فمش هتعمل حاجه يعني كوبايه صغيره كده من البحر ده. فالملك اعجب جدا بكلامه، فقال لهم املوا له الجره دي ذهب. فالشعراء اللي حوالين من هو اللي فاز، هو اللي كسب، لانه كان كريم النفس. فالشعراء اللي حوالين منه حقدوا عليه، قالوا له بقى ايها الملك تعطي هذا ذهبا وتعطينا مالا؟ بقى ده ياخد ذهب اللي احنا بنتريق عليه ده واحنا ناخد فلوس عاديه. قال هو مالي اعطيه لمن اشاء وهو ماله فليفعل فيه ما يشاء. حضرتك تعرفي يا استاذ دعاء الراجل ده خد الذهب وطلع عمل فيه ايه؟ خرج من عند الملك وزع الذهب ده كله على الفقراء والمساكين والغلابة وجبر خواطر خلق الله، عشان ما كانش عبد للمال. وزع هذا المال، الملك عرف باللي هو عمله وبعت له، قال له انت ليه عملت كده؟ ما حملك على ما صنعت؟ قال يجود علينا الخيرون بمالهم ونحن بمال الخيرين نجود. هذا انت اكرمتني فانا اكرمت خلق الله. فكذلك الله حين يكرمك لابد ان تكرم الناس وان تكرم الخلق. الملك اعجب اكتر بالكلام، قال لهم املوا له الجره دي ذهب 10 مرات. فانشد الرجل قائلا الناس للناس ما دام الوفاء بهم والعسر واليسر ساعات واوقات وافضل الناس ما بين الورى رجل تقضى على يده للناس حاجات لا تقطعن يد المعروف عن احد ما دمت تقدر والايام تارات وانظر فضيله صنع الله اذ جعلت إليك لا لك عند الناس حاجات قد مات قوم وما ماتت فضائلهم وعاش قوم وهم في الناس أموات. سبحان الله، كلام جميل. ونطلع بقى فاصل بعد الكلام.